الشيء اللي مطالبين به الآن يعني واحد هو مطالبة تطبيق هذا القرار، إلغاء يعني اتفاقات معناه إلغاء الاتفاقات من الأساس، معناه على أنه إنهاء عملية النهب، إنهاء عملية السرقة، وهذا يتطلب على أنه نسعى لوضع ميكانيزمات اللي تجعل على أنه مراقبة خيرات الصحراء الغربية تكون أكثر وأقوى. هذه وحدة، لكن أيضا وأساسا أنا أعتقد على أنه يعني الآن الكرة في مرمى الدول اللي كانت مقحمة في هذا الاتفاق، أوروبا بدءا بفرنسا وإسبانيا، الأمم المتحدة يعني ملزمة بالدفاع وحماية حق تقرير المصير، لكن أيضا بتطبيق هذا الحق وضمانه للشعب الصحراوي. المغرب حاول محاولات ولا يزال على أنه يعني إفراغ قرارات الأمم المتحدة من محتواها، محاولة إزاحة القضية من إطارها الصحيح واللي هو إطار تصفية الاستعمار والشعوب المستعمرة، ويحاول بالطبع تقليص أقصى ما يمكن أو تقزيم دور الأمم المتحدة في الحل. وهذا نظن على أنه مع التطورات الحالية يظهر عكس هذا تماما، أنه المنتظم الدولي مطالب وملزم بأن يرافق الشعب الصحراوي حتى يقرر مصيره وحقه الثابت اللي غير قابل للتصرف فيما يخص تقرير المصير.